مرسي رفايان. يا رفايان كان في عنا شفت الطاولة؟ هاي تحكيني فيها الصبح قبل ما تدبطوا انت وياه. عن جد؟ يعني فكرة فكرتك، يعني مش فكرتها. لا فكرة عباس كيف يحط الطاولة. ده بقى ايه؟ أخذوه جوه الكنترول قالوا له ايه عباس وشغال بيغيروا الديكور، اعمل ورقة واكتب. بتعرف شو صار اليوم بدي ازعل هون. انت فت معنا بالجو.